إذا أردت أن تربي نفسك على فعل الخير فقلل من الشر وصحبة أهل الشر حتى تتقدم إلى الخير. وإذا رأيت من أحد في بيتك تقصيرا في طاعة أو وقوعا في معصية فابدأ معه هذه القاعدة القرآنية: التخلية قبل التحلية. اجعله يكون خاليا من هذا الشر فيقل عنه ليزداد في الخير. وإذا كنت أنت أو من تحت يديك في الخير فاستمر مع أهل الخير لتزداد من الخير، فإن الله قال لمعلم البشرية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً.